السلام عليكم. ما هو بعد ما انهزم المنتخب التونسي امام منتخب كوريا الجنوبيه باربعه صفر، الملام على شكون؟ الملام على الاطار الفني بقياده جلال القادري، وكيف كيف الملاعبيه. جلال القادري ظالي ما عندوش مانات بتاع بلاي ستيشن يعرف يلعب ولا ما يعرفش، لكن كيف كيف ثم ملاعبيه ما كانوش في المستوى، واللاعب وقت اللي ما يكونش في المستوى ما ثماش علاش باش الصحافه ما تنقدوش، لانه ما ثم حتى لاعب في المنتخب التونسي فوق النقد. لذا المنتخب التونسي خارج الموضوع، نورمالمون الاعلام والصحافه ينقدوا جميع الملاعبيه من ايمن دحمان. ايمن دحمان رانا وقت اللي نقولوا الحارس الاول في المنتخب التونسي مش معناها حارس خشين ياسر، ليه هو الحارس الاول افضل من الاخرين؟ لا اكثر لا اقل، يعني كان الاخرين نحبش نقول كلمه تجرح، كان الاخرين تحت الصفر، يعني هو تحت الصفر بشويه. ايمن الدحمان كان مستواه محترم وقت اللي كان مع النادي الرياضي الصفاقسي، حاليا مستواه نحب ولا نكره ما عادش يخوله باش يكون الحارس الاول في المنتخب التونسي. راه كيف ما تنحات وتكات حراس مرمى في السابق من فاروق بن مصطفى بن شريفيه، كيف كيف معزه احسن بشير بن سعيد، كلها التكات، والمنتخب التونسي قاعد يمشي والمنتخب التونسي قاعد ينتصر. كيف كيف عادي جدا راهو ايمن دحمان يتكى من حراسه المنتخب التونسي، ما ثماش مشكل. راهو بدا يلعب اكسونتري دروا ما فاتش السونتر، علي معلول حدث ولا حرج، العابدي مرياح منتصر الطالبي البارح خارج الخدمه، في وسط الميدان عيسى العيدوني مستوى دون المتوسط، حنا باع المجبري كيف هو كيف العيدوني، الياس الصخيري ديما يقعد تحسوا الملاعبي اللي حافظ على مستوى، يعني كان المنتخب التونسي برز بشكل كبير الياس الصخيري من جنود الخفاء. كيف كيف المنتخب التونسي وقت اللي يظهر بوجه سيء الياس الصخيري ديما اكل الملاعبي اللي ينورنا حتى كي نكونوا في اتعس حالاتنا. القدام شكون عندنا؟ عندنا يوسف المساكني خارج الخدمه كيف وكيف بقيه الملاعبيه، والياس العاشوري تحطه في مركز او في تركيبه نتاع منتخب ما ينجمش يتاقلم معاها، ملاعبي مستانس كل في كل مقابله تجيه 15 و20 و30 كوره يفسخ 7 8 10 مرات، يقدم لك اسيست يسجل لك هدف، يلقى روحه البارح مع المنتخب التونسي في وضعيه دفاعيه 100%. حتى اللقطه اللي هبطها البارح كيفاش الياس العاشوري متغشش، البعض قال لي ليه يا بياري راه مش متغشش على جلال القادري، متغشش على بقيه الملاعبيه يوسف المساكني كيفاش والبقيه كيفاش ما قدموش يضغطوا على دفاع المنتخب الكوري الجنوبي. يا اخي هما وحدهم هكاك من ريوسهم ركشوا التالي، ما تعليمات ما عند جلال القادري انهم يلعبوا البلوك، يلعبوا بلغتنا احنا العاميه 10 التالي، يستناو منتخب كوريا الجنوبيه باش يهاجم باش يدافعوا باكثر عدد ممكن من الملاعبيه. خل محمد علي بن رمضان مكان حنا باع المجبري في وضعيه صعيبه، المنتخب منهزم يعتبر اتحرك نوعا ما، حمزه رفيعه مكان عيسى العيدوني كان الافضل من بين الملاعبيه في وسط الميدان. باختصار الحديد محمد علي بن رمضان حمزه رفيعه انيس بن سليمان حاليا مش قاعد يشارك مع فريقه شيفيلد في الدوري الانجليزي، لكن فيما يخص محمد علي بن رمضان وحمزه رفيعه على جلال القادري انه يفكر فيهم انهم يكونوا في التشكيله الاساسيه، يعني باستثناء الياس الصخيري اللي البروفيل نتاعو غير بقيه الملاعبيه، البقيه كلهم سواسي، يعني من محمد علي بن رمضان عيسى العيدوني حنا باع المجبري انيس بن سليمان حمزه رفيعه، يعني الحاضر هو اللي يلعب. راهو المنتخب التونسي تنجم تبدا بالياس الصخيري تهبط معاه مثلا حنا باع المجبري وانيس بن سليمان، تهبط معاه حنا باع المجبري عيسى العيدوني، تهبط عيسى العيدوني ومعاه محمد علي بن رمضان بالطبيعه نزيدوا عليهم الياس الصخيري، تنجم تهبط حمزه رفيعه ومحمد علي بن رمضان، يعني الاربعه ملاعبيه اللي او الخمسه ملاعبيه اللي سميناهم راهم ينجموا يلعبوا زوز مهما كانت اسمائهم مع بالطبيعه الياس الصخيري. كما قلنا جميع تقريبا الملاعبيه نتاع المنتخب كانوا خارج الخدمه ضد منتخب كوريا الجنوبيه، الاعلام سيب الجوارات هذوما الكل وركز على شكون، ركز بالطبيعه على اللاعب اللي وقت اللي المنتخب التونسي منهزم يلقاو فيه باي باش ينزلوا عليه، وبالطبيعه لهنا من نجم نكونوا كان نحكيوا على حنا باع على المجبري. اسمعوا مع بعضنا امين كمون شنو حكايه في موزايك فام على حنا باع على المجبري. طبعا المجبري كفاريته اليوم ما عاونش
المنتخب التونسي سرتو في الرول هذا. شوف تنهاك موش يفدلك راهو تنهاك نحكيوا على تنهاك. تنهاك في الانجلتير بريباراسيون كامله يحط جربوا اوليور وجربوا دوزيام ميليو تيران ومن بعد وين لعبوا تو كي لعبوا في الماتش يلعبوا نفيدمي تحت الحكم تحت الاتاكون حشتوا في ماتش ويت معينين برول معين نتاع بريسينغ رول ديفونسيف موش يفدلك تنهاك جربوا في البلايص الكل من بعد حطوا غاد. انا جوفوا الوليد هذا بلي كاليتي اللي عنده توا ينجم خاطر عنده ماتش دو بروغريسيون ما ينجم يكون كان غادي وين نحطوه اوليور ولا مثال ميليو دروا راهو ما يعطيناش حاجات يعني في المقاربه هذه نتاع جلال القادري ما عندوش بلاصه تحب تدخل في اللي لعبت بها باش تبدا الماتش من الاول. لا بكري نحكي انا وياك وريتك لي ستات نتاع لي ماتش اللي عملنا فيهم بريستاسيون كبيره تو باش تتذكر انت تذكر ماتش مصر كما سمعنا امين كمون قال حنا بعل المجبري ما عندوش مكان في المنتخب التونسي. قال محمد علي بن رمضان هو اللي يلزم يلعب مكانه عادي شنو المشكل هذاك والتونس والاخر والتونس مش هذاك فوق راسه ريشه والاخر الله اعلم شنو فوق راسه مالهم الا كلهم ادواسه واللي قادر باش يقدم الاضافه للمنتخب التونسي عادي. اما علاش ما تتحاملوا ديما كان على الملاعبيه اللي متكونين في اوروبا اللي ما ثماش جماهير نتاع انديه وراها معلاش ديما حنا بقى على المجبري علاش مثلا ما تتكلموش على ملاعبيه التوانسه علاش ما تتكلموش مثلا على ياسين مرياح علاش ما تتكلموش على سسمو على يوسف المساكني علاش ما تتكلموش على هيثم الجويني علاش ما تتكلموش على بلال العيفة علاش ما تتكلموش على سسمو هو نادر الغندري وقت اللي كان يلعب مع نادي الافريقي علاش على خاطركم جبناء مش منافقين لا حاشاكم لكنكم جبناء خوافة من الاخر. ونحب نفهم حاجة في تصريح امين كمون مانيش فاهم يا هو ذكي ياسر بالعكس بطبيعة يا جلال القادري هو اللي ذكي ياسر توا امين كمون يقول لك حنا باع المجبري منجح مع مانشستر يونايتد مع إيريك تنهاك كان في نفدمي هكا ولا مانشستر يونايتد كيفاش يلعب ما يلعب ب 4 3 3 ولا يلعب يهبط فرنانديز على اليمين ويهبط راشفورد على القدام ويهبط المهاجم الدنماركي قدام وراهم حنا باع المجبري. المنتخب التونسي كيفاش يلعب ما هو يلعب نفس الرسم التكتيكي هذاك يلعب ب 4 3 3 يلعب حنا بال فين يلعب في إيريك تنهاك سهل عليك المهمه يا جلال القادر تقول ليه خاطر هو البارح المنتخب لعب ب 3 5 2 باه ما هو انت لعب 3 5 يعتبروا معناها الاكسنتري هذاك كشريده ومعلول واحد على اليمين واحد على اليسار قعدوا ثلاثه في الوسط وهما عيسى العيدوني الياس الصخيري وحنا باع المجبري لعب الياس الصخيري وعيسى العيدوني ولعب قدامهم حنا باع المجبري كنوف دمي ورا الياس العاشوري وكيف كيف يوسف المساكني غير من اللي طيشوا على اليمين يا اخي توا ما فهمتش انه هذه ما كنت يحشك بملاعبي على اليمين حنا باع مش قادر يلعب على ماش تعبتوا سهله الحكايه راهي ما تهبطوش عادي الحكايه عندك ملاعبي اخرين عندك محمد علي بن رمضان قادر باش يقدم لك اضاف عندك الياس سخي الياس انيس بن سليمان وقت اللي يكون اساسي قادر كيف حاليا حمزه رفيع قاعد يقدم في مستوى كبير مع ليتشي ويلعب فك البوست اللي يلعب فيه حنا باع المجبري لكن راك باش تخسروا ولهنا امين كمون تعرف علاش انت قلت في الفورماسيون لعب بها المنتخب التونسي ما عندوش بلاصه ينحي اسمه يوسف المساكني وحط بلاصته حنا بعد ما هو لعب ونفدمي ويوسف المساكني ما ينجمش يلعب بون تصحيح النجم يلعب لك نفدمي والنجم يلعب لك على اليسار وقت اللي ما تستحقوش على اليسار تلقى الياس العاشوري بالحق اسمه يوسف المساكني نفدمي نحيه خويا وهبط بلاصته حنا بعد نعاود نقولها مليار مره يوسف المساكني المنتخب التونسي وما نخافش وما نحشمش ما يستحقوا كان في الخبره نتاعو شفناه يوسف المساكني اعطيني ثلاثه اربع سنين التالي سبحان الله ديك السنة كرة القدم ميسي يا معلم وخرج من برشلونة وفات الدنيا يوسف المساكني يخرج من المنتخب ماهيش باش توفى الدنيا ملعبية كيف وأفضل منه خرجوا من المنتخب التونسي أعطيوني يوسف المساكني ثم خمسة ستة سبعة مقابلات قدم فيها مستوى كبير يوسف المساكني يعطي لك مقابلة محترمة يسجل لك فيها هدف بالخبرة نتاعو وبعد يرقد لك زوز ثلاثة أربعة مقابلات بداليل بوتسوانا لعب لك دوزيام ميتون عدى مستوى كبير ورجع
رجل للمقابلة، ضد مصر خارج الخدمة، ضد جنوب أفريقيا منتخب كوريا الجنوبية كيف كيف خارج الخدمة، ولو كانت هبطوا كيف كيف ضد منتخب اليابان باش تلقاه خارج الخدمة، على خاطر هذيك هي سنة كرة القدم. كبر مازال من مستواه كما نقولوا احنا، المستوى مازال 60-70% أو 60-50% بسبب العمر نتاعو، ما قعدت له كان الخبرة اللي يلزم يستفاد منها المنتخب التونسي. لذا بجاه ربي يزيكم من ملعبية اللي وراهم الجماهير تدافعوا عليهم، وملعبية ما وراهم حد تنزلوا عليه، راهو هذا مش في مصلحة المنتخب التونسي. حلقتنا اليوم وفات، في ختام الحلقة كالعادة البياري متبقى كبش يقولكم تحية تونس، عيش تونس، كنا تونس، وسلام.